أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، احنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة ويوم جديد. احنا الآن رح نروح وإياكم على تقرير صورنا، فقرة خلينا نقول مش تقرير، لأنه احنا قضينا وقت جميل وممتع مع أطفال أيتام من جمعية رعاية اليتيم في مركز زهر الثقافي، استضافنا مشكورين، قضينا يوم كتير كان حلو. الهدف منه بس نذكر العالم العربي إنه احنا في يوم اسمه يوم اليتيم العربي، هو أول جمعة من نيسان واللي كتير من الدول العربية بتحتفي بهذا اليوم. الهدف مش إنه لا سمح الله نحسس اليتيم بشيء من يعني الإحسان، لا أبدا، الهدف منه إنه نحسسه بجو الأسرة، يعني اليتيم مش بحاجة فقط لدعم مادي وتبرعات، هو يفتقد لوجود الأسرة. ممكن إحنا بيوم زي هيك نجيب يتيم نستضيفه عنا في بيتنا، ممكن إحنا نروح ناخد أبنائنا على دار أيتام، يعني الهدف دمج الأيتام مع المجتمع وإنه هم جزء مش مهمش وهم فئة ما منقصيها ولا منطلع إلها بشفقة أو إحسان، لا أبدا، هم بحاجة لأسرة، إحنا بدنا نعطيهم هذا الجو ونحسسهم فيه. إحنا برنامج يوم جديد عشنا هذا الجو وهي الأجواء الجميلة واستمتعوا فيها الأيتام، خلينا نشوف مع بعض من خلال هاي الفقرة اللي صورناها خارج الاستوديو في مركز زها الثقافي مع جمعية رعاية اليتيم. جينا مدين ايدينا للملايكة الطاهرين، يمكن لو حسوا بينا نسعد بدنيا ودين. بينا مات يلا بينا لأيامهم حنين، بينا ده الحب ملينا. صباح الخير مشاهدينا، احنا اليوم حبينا نحتفل مع مركز زها بيوم اليتيم العربي، فالمركز مشكور استضاف مجموعة من الأطفال من جمعية رعاية اليتيم حتى نقضي يوم معاهم ويلعبوا ويتجولوا بمرافق المركز ونتغدى ونلعب وننبسط، فخليكم معنا بهذا التقرير بمناسبة يوم اليتيم العربي. احنا هنا النهارده يوم عظيم، كلنا جنب اليتيم، وقفه القلب الرحيم، قلبي واحد قلبنا كلنا. هلا احنا باي فصل؟ الربيع. برافو، فصل الربيع مره ثانيه. مبسوطة اليوم يا فايزة؟ كويسة. احنا بتعرفي ليش احنا موجودين اليوم هون؟ عشان تلعبونا وتخلونا مبسوطين. وانت مبسوطة؟ بدي تحكولي عن شعوركم اليوم، مبسوطين كتير؟ شو اكتر اشي عجبكم اليوم بصراحة؟ كل اشي. كل اشي. زي ايش؟ الالعاب وكل اشي، الهدايا والبسطة. انبسطتي اليوم؟ ايش اكتر اشي عجبك؟ البلالين والفحمة. البلالين وشو كمان؟ البرد. بعالم جميل يمكن الشمس تطرح نورها يمحي ألف ليل. النهارده يوم عظيم، كلنا جنب اليتيم، وقفة القلب. خالد كيفك حبيبي؟ الحمد لله. مبسوط؟ ايش أكتر إشي عجبك اليوم؟ الألعاب. وأنت مبسوط بالجمعية؟ عندك ولاد كتير، أصحابك وإخوانك؟
شو اللي بيضايقك يا خالد؟ ولا شيء. ديه صاركم بالجمعية ولا شيء؟ هلا أنا وأختي رانيا إنا 5 سنين. أنت ورانيا خوات؟ لكم 5 سنين؟ إنا 5 سنين بالجمعية. وقبل الجمعية وين كنت؟ كنا ببيت أمي الله يرحمها عن ماما. بس كنتوا عايشين مع الوالدة؟ بابا متوفى ولما توفت؟ فجينا على المركز. مبسوطة كتير وانبسطنا معاكم، إن شاء الله تنعاد هاي الشغلة إن شاء الله. إحنا دائماً التلفزيون الأردني برنامج يوم جديد، إذا بتتابعوه إحنا كل سنة بنحتفل بيوم اليتيم العربي. شكراً. معنا كمان اليوم أمينة سر جمعية رعاية اليتيم السيدة زين الرفاعي الحوراني، رح نتعرف منها كمان أكثر على الجمعية ونبذة يعني عن تأسيس الجمعية. أول إشي أهلا وسهلا فيك ست زين. الله يسلمك، تسلمي يا ست. ويوم حلو كتير قضيناه مع الأطفال في مركز زهر. وتحكي لنا أكثر عن الجمعية. والله الجمعية تأسست عام 78 من أهل الخير، وهم كثروا في هذا البلد الطيب بقيادته وأهله. من 78 إيواء لليتيم في جمعية رعاية اليتيم، ومندرس طلاب في الجامعات الحكومية ومنساعدهم ومنعطي فلوس وشكات للأرامل اللي بيربوا أولادهم في بيوتهم. والحمد لله الجمعية قائمة بأهل الخير ومن أهل الخير، واليتيم بحاجة لأسرة تكون له بديلة، فالأسرة البديلة صعبة كتير، لكن الحمد لله بقدر استطاعتنا واستطاعة الرئيس الجمعية الأعضاء أهل الخير بتمشي المسيرة. وإحنا الأردنيين تعودنا على العطاء الحمد لله، وتربينا على العطاء، والحمد لله واصل العطاء لأي إنسان بوصلنا. معنا كمان واحدة من الأمهات البديلات اللي موجودين في جمعية دار اليتيم لرعاية الأيتام، يعني أهلا وسهلا فيكي ماما سلوى، وتحكي لنا عن تجربتك مع الأطفال الأيتام، وكم سنة أنت بتشتغلي معهم بالجمعية؟ صار لي أنا تقريبا 5 سنين أشتغل معهم، باعتبار أنا أم، بعتبر مش أم بديلة، لأنه أنا قائمة بأعمال كل الأم الطبيعية، بتابع الأطفال بكل احتياجاتهم، وإن شاء الله يا رب ما نكون قصرنا معهم. شو بتحسي إنه الأطفال الأيتام يعني بحاجة لشيء أكثر من مثلا طفل نشأ بأسرته بين أفراد أسرته؟ أكيد، وما مهما صار يعني المركز ما رح يعني الناحية العاطفة أكثر شيء هم بحاجة إلها، يعني الأشياء العاطفية كثير بيفتقدوها، يعني المادية ومادية هي تقريبا شبه كاملة عندهم، بس هم بيظلوا يحنوا لأهاليهم لحنانهم لعاطفهم، بس هاي الأشياء اللي تنفصل. عالم جميل يمكن الشمس تطرح نورها ينحي. معنا أصغر أم بالجمعية، جمعية رعاية اليتيم، ماما هديل. تجربتك بالجمعية لسه سنة. طيب شو يعني خلال هاي السنة وإنك تكوني مسؤولة عن أطفال وأطفال انحرموا من الأم والأب، يعني قدي هذا بيعطيكي حمل ومسؤولية إنك ترعي هدول الأطفال رعاية يمكن مضاعفة شوي؟ شوفي، هي تجربة كتير كويسة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا باليتيم، وهو والله مجال تخصصي، يعني أنا بحب المجال هذا واشتغلت عليه. شو بتحكي بيوم اليتيم العربي؟ بحكي بيوم اليتيم العربي إنه بدعي أي إنسان إنه يكون عنده مسؤولية تجاه اليتيم، يعطيه دعم معنوي كونه فقد الإنسان اللي هي الأم. معنا أسيل ريالات من العلاقات العامة من مركز زها الثقافي، أهلا وسهلا فيكي ست أسيل، وإحنا بدنا نشكركم كمان على يعني المبادرة إنه إحنا نحتفل بيوم اليتيم في مركز زها بهذا اليوم. شو بتقول؟ أول إشي بحكي لكم صباح الخير، بعدين بحكي لكم إنه أهلا وسهلا فيكم، نشكركم أنتم التلفزيون الأردني دايما على تواجدكم معنا. بحب أحكي لكم إنه مركز زها الثقافي مركز أصلا هو مجاني لخدمة المجتمع المحلي، وهو بيقدم 85 دورة مجانية للأطفال من عمر 3 إلى 16 سنة.
يعني في نهاية هذا اليوم الجميل اللي قضيناه مع أطفال جمعية رعاية اليتيم في يوم اليتيم العربي في مركز زهى الثقافي، قضينا أوقات كتير حلوة، استمتعنا ولعبنا وقرأنا قصص وتغدينا، ويعني ما بدي أقول لكم شعور قدي جميل لما مش بس للأطفال إنهم يوم واستمتعوا واندمجوا مع باقي أطفال المجتمع من غير الأيتام، لكن إحنا كمان اللي شاركنا بهذا التقرير حتى الكاست اللي كانوا معاي اليوم من فريق يوم جديد الفريق الميداني استمتعنا كتير، وحتى اللي بيشتغلوا بمركز زهى العاملين في المركز كمان استمتعوا، يعني متعة خاصة الواحد بيشعر فيها هي متعة العطاء، متعة إنك تفرح طفل يتيم انحرم من الأب أو الأم أو انحرم منهم التنين، والظروف والحياة خلته ينشأ في جمعية أو في دار أيتام. هو مش عيب طبعاً، أي شخص معرض أنه يكون في هذا الموقف، لكن الأهم أنه إحنا نتذكر في هذا اليوم أنه الأطفال مش بس بحاجة، الأيتام أنهم مش بس بحاجة لدعم مادي أو تبرعات، هم بحاجة يعيشوا جو الأسرة اللي انحرموا منه، يمكن هذا أكبر شيء هم بحاجة إله. فمش غلط إنه بمناسبات معينة بيوم زي يوم اليتيم العربي اللي بيصادف أول جمعة من إبريل أو من شهر 4 في كل عام الناس بتحتفل باليتيم، ممكن إحنا نستضيف يتيم في بيتنا يقضي يوم معانا مع أسرتنا، نتغدى نلعب نطلع نشم الهواء، ممكن إحنا ناخد أولادنا ونروح على دار أيتام حتى يشوفوا إنه هاي فئة من فئات المجتمع موجودة ويتعرفوا عليها بشكل أكبر. أنا بشكركم، بشكر مركز زهى اللي قدم لنا اليوم، فتح لنا المركز من الصبح بكير حتى نقدر واليوم عطلة إنه نصور هذا التقرير ونصور ونستمتع بهذا اليوم مع الأطفال الأيتام. بدي أشكر خالد المصري اللي هو أحد المستثمرين في مركز زهى الثقافي، كمان قدم في ألعاب، يعني هي بمقابل مادي بفلوس، بس اليوم هو قدمها مجاناً وفتحها للأطفال حتى يلعبوا ويستمتعوا وينبسطوا. بدي أشكر ماكدونالدز اللي قدموا وجبات غدا لكل الأطفال واستمتعوا وانبسطوا فيها، والشخصية كمان اللي رافقتنا من ماكدونالدز ورقصت وفرحت الأطفال اليوم. بدي أشكر كمان حلويات النجمة اللي قدموا حلو وألعاب للأطفال. بدي أشكر كل مين ساهم في إسعاد الأيتام وفرحتهم، ما بتتخيلوا قد ايه كانوا مبسوطين. وواحدة من الأيتام اجت تسألني بتقولي يعني خلص احنا خلصنا ما رح نشوفك، رح تزورينا كل يوم. يعني قد ايه حزت بنفسي سؤال هاي الطفلة انها عاشت هذا الجو الأسري وانبسطت، بتتمنى انها تكون تعيشه باستمرار. فهي دعوة للجميع انه ما تنسوا الأيتام كل موسم وكل يتيم وهو بألف خير في يوم اليتيم العربي. شكرا لكم.